كولر ولا في بيريرا؟ من ناحيه ايه؟ اقول لك اجابه سريعه ما انا بقول لك من ناحيه ايه؟ هو هنا فينا واحد كتير كبطولات بس بص انا ليا راي هقوله لك سريعا كده منظومه الاهلي نجحت كولر ما هو مدرب كبير ما بقطعش فيه منظومه الاهلي الفنيه نجحت كولر آه لو حطيته مع الزمالك كان كولر هينجح؟ معرفش اجابه سريعه لا ما تقوليش اه لا الله اعلم حلو شايف علم الغيب لكن انا سالتك على كولر لوفيره الاثنين اشتغلوا فانا بسالك بس عليهم لكن اللي فعلا من غير الله اعلم يعني لا انا شايف ان فيريرا افضل اه افضل فنيا كطريقه لعب كاسلوب آه لو سالت لعيبه اتمرنوا مع يعني هنا وهنا اعتقد في لعيبه الاهلي ممكن تقول لك فيرا افضل امم افضل من من كولر؟ وجهه نظري رايك ايه؟ بص مفيش مفيش مدير فأنا بقول لك اعظم مدرب م. اعظم احنا خلي بالك ان لو خدت بالك من العنوان اللي قبله هتاخد أه بالك انه لا يقارن لانه انا بتكلم حتى على المنظومه على صعيد المنظومه م. المنظومه ثابته الاهلي شبه ثابت مست... المنظومه طول الوقت م. فانا لما قارنته حتى بناس نجحوا انا ما قارنتوش بقيه المدربين انا قارنته بعلامات في تاريخ التدريب في النادي الاهلي وقلت لك هو الانجح في موسمه الاول فطبيعي اني اقارنه باي حد ثاني طبعا لا بس, كوره بس كوره يعني. انت ما قلت لي افضل من الموسمين ده في المطلق ولا عشان الموسم الاول لا من الموسمين لا طبعا في المطلق انا بتكلم على بقى اجمالا لان مانو قصه ثانيه ومعدل استمرار النجاحات آه كان معاه لكن معدل استمرار النجاح ما له جزئي قصة تانية خالص طيب يعني. <applause>